الرحمن الرحيم. يعني بوجه كلامي طبعا للأعزاء اللي شايفيننا أو سمعنا في الوقت الحالي واللي أتيحت له الظروف إنه يبقى موجود معنا بذاته. أنا اسمي الدكتور محمد خطاب، أستاذ الأمراض الباطنة والسكر بجامعة القاهرة ورئيس الجمعية المصرية للسكر ودهنيات الدم. يعني يشرفني ويسعدني أن أمثل الجمعية المصرية للسكر ودهنيات الدم في هذا اللقاء اللي يعني بيتكرر للعام الثاني، ويشرفني ويسعدني أيضا أن يتواجد معي الأستاذ دكتور صلاح شلباية، أستاذ الأمراض البطنة والسكر بجامعة عين شمس وأمين عام الجمعية، في ظروف يعني ما هيش طبيعية، الظروف اللي بيمر بيها العالم ككل وبنمر بيها في بلدنا، ظروف انتشار وباء الكورونا اللي ندعو الله سبحانه وتعالى أن يعني تمر هذه الأزمة وهذه الجائحة على خير. السبب في اجتماعنا التفاعلي والتخيلي في هذا اليوم هو الاحتفال السنوي باليوم العالمي للسكر. ويمكن الاحتفال في هذا العام زي ما بقول لحضراتكم بيتم في ظروف غير عادية، ظروف بتجعل التواجد تواجد الشخص في تجمعات كبيرة عليه محاذير كثيرة، وإحنا كعاملين في الحقل الطبي بنأخذ مسألة الإجراءات الاحترازية بشكل يعني صارم، لأننا يعني لا أدعي أن إحنا في خط المواجهة الأول، إنما الزملاء اللي في خط المواجهة الأول وإحنا في الصفوف الخلفية معاهم بنرى أن هذه مشكلة حقيقية. يعني مشكلة الكورونا مشكلة حقيقية وواقعة وتمثل خطورة داهمة، يعني للأسف الشديد العالم إلى هذه اللحظة لم يجد لها حل. نتمنى أن الأخبار المتواترة عن التوصل إلى فاكسينات تكون حقيقة ونلمسها ونمارسها وتقلل من حجم المشكلة، إنما إلى أن يتم هذا يعني لا بديل عن أخذ الأمور بجدية والإجراءات الاحترازية بجدية. تلاحظوا حضراتكم أن احنا لابسين الماسك ونصر عليه، وتلاحظوا حضراتكم انه اي حد بيقلع الماسك بيقابلنا لاسي وشيء ضروري ولازم نلتزم به بصفه عامه كمواطنين. والخطاب لمرضى السكر بصفه خاصه يعني يجب ان يلتزموا بهذه الاجراءات الاحترازيه بشكل صارم لا تهاون فيه. يمكن احنا في الشهرين ثلاثه اللي فاتوا ابتدى الانسان يلاحظ انه في الشارع وفي التجمعات و في الأوتوبيسات وساق النقل ابتدى يبقى فيه نوع من التحلل وعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية. فهذه الإجراءات يعني يجب أن تؤخذ بصرامة وما فيش فيها تهاون. وحضراتكم هتلاحظوا أن أي حد بيدخل القاعة دي الدكتور صلاح بيلفت نظره أنه مش لابس كمامة، بينبهه إلى أنه واجب أن يرتدي الكمامة. مش عايز أطول في هذه المقدمة عشان أدي فرصة للأسئلة أو اللقاء التفاعلي، لكن قبل ما ندخل في هذا اللقاء التفاعلي بأدعو الأخ والصديق العزيز الأستاذ الدكتور صلاح شلباية، طبعا أحد خبراء مصر والمنطقة العربية وأزعم أنه على مستوى العالم أحد خبراء السكر، عشان يقول كلمة في هذه المناسبة. أستاذ دكتور صلاح. شكرا أستاذ دكتور خطاب، شكرا لحضراتكم الحضور الليل لكن ده أحسن، وبرضو بشكر الحضور اللي هم أونلاين، وبكرر كلام أستاذي الأستاذ دكتور خطاب في موضوع الحماية من الكورونا، موضوع الرسول في زرع جماعة خالص، لأنه يعني من الواضح حصل نحن شايفين إن الموجة الثانية الفيروس فيها أشد من الموجة الأولانية بكتير ومضاعفاته مش طبيعية. الموضوع مفيش هزار، مفيش لعب. يعني النهارده زي ما الأستاذ الدكتور خطاب قال، اليوم العالمي للاحتفال بالسكر هو بيمثل تاريخ ميلاد العالم اللي هو اكتشف
علاج السكر اللي هو الانسولين اللي انقذ بيه العالم. عشان كده حاضرين اليوم ده كاحتفال بمرضى السكر عشان نوع من انواع التوعيه والتذكير. وهذا الورق برضه من الامراض المزمنه السخيفه واللي منتشر جدا في كل العالم مش بس في مصر. ضعفاته طبعا هي متسببه وبتسبب لاي بلد مشاكل ضخمه جدا، مشاكل اجتماعيه واقتصاديه وصحيه. وبالتالي بيهمنا في اليوم ده ان احنا نوعي انه الشخص اللي عنده سكر لازم يحافظ على ضبط مستوى السكر عنده في الدم عشان يحافظ على صحته ويقدر انه يواصل حياته بشكل طبيعي لحد ما ما يتعرضش لمشاكل ممكن تخليه متقاعد مثلا وما يقدرش يمارس حياته بشكل طبيعي. ده الاساس في اليوم ده التوعيه بخطورة هذا المرض، توعية بمدى اتساع انتشاره وايه هو اللي بيخليه ينتشر بالسرعة دي، نحمي نفسنا ازاي، ازاي نعمل نوع من انواع الكشف المبكر عن المرض ده بحيث نتصرف من البداية خالص ما نستناش لغاية ما المضاعفات تحصل، ايه هي طرق الحماية وايه هي طرق العلاج. ودايما احنا مش مقصرين كجمعية بان احنا دايما بنوعي وبنعمل ندوات بنقول فيها ايه هو الحديث في علاجات مرضى السكر للاطباء اللي بيتعاملوا مع مرضى السكر، بحيث نبقى دايما على علم باحدث ما وصل اليه العلم في علاج مرض السكر عندنا وعند الاطباء على مستوى الجمهورية كلها. يعني احنا بنعمل الندوات دي والمؤتمرات دي المتلاحقة زي ما انتم بتسمعوا عنها وبتشوفوها، حرصا منا ان احنا نوصل المعلومات دي عشان يبقى العلاج على اعلى مستوى. وبشكركم وبنستقبل دلوقتي مع حضراتكم اي استفسار او اسئلة عن موضوع السكر بحيث ما نخرجش عن موضوع السكر. واشكركم. الإخوة اللي هم أونلاين يسألوا. نعم. يعني يمكن في بيتبادر إلى ذهن الحضور بما أننا بنتكلم على السكر في عصر أو في زمن الكورونا، فهل يا ترى يعني على حسب ما بيسأل أحد السائلين، هل في علاقة ما بين مرض السكر والوباء الحالي اللي هو يعني وباء الكورونا؟ وبالتالي هل في نصائح معينة بتوجه لمريض السكر في التوقيت الحالي أكتر من غيره؟ يعني إذا سمحتوا لي إن أنا أقول إنه الوباء اللي هو وباء الكوفيد 19 أو مرض الكورونا في جزء كبير من الحالات بيبقى موجود في مرضى عندهم مشاكل صحية أخرى، يعني مرضى الضغط الدم المرتفع، مرضى السكر، مرضى السمنة المفرطة، الكبار في السن اللي بياخدوا أدوية مثبطة للمناعة. هؤلاء المرضى بيبقوا أكثر عرضة من غيرهم للإصابة بالمرض، وبتبقى تداعيات المرض فيهم أكتر وخطورة المرض فيهم أكتر. وبالتالي إذا حنوجه الخطاب لمريض السكر نقوله خلي بالك يا مريض السكر، أنت أكثر عرضة من غيرك لمشاكل الكورونا، أنت أكتر من غيرك، خلي بالك كن حذر وخد بجد موضوع الإجراءات الاحترازية. الشيء الثاني، لما تحصل كورونا في مريض سكر بروتوكول العلاج المتبع في المريض قد يختلف عن المريض العادي اللي ما عندوش كورونا. الشيء الثالث، واللي الأبحاث الحديثة اللي أجريت على المرضى بتنبه منه أو بتنبه إليه، انه حتى لو المريض ما عندوش سكر لما يجي له كورونا
قد يظهر عنده سكر. وبالتالي من التداعيات المستقبلية المنتظرة بعد انتهاء وباء كورونا إن شاء الله إن نسبة مرض السكر هتزيد. إذن قد يكون الكورونا نفسه بيهيئ المريض بشكل أو بآخر إنه حتى لو ما عندوش سكر يجيله سكر مستقبلا. وبالتالي مرضى السكر خلي بالهم خلي بالهم خلي بالهم ويكونوا أكثر حذرا من غيرهم. في سؤال أعتقد إنه أفضل من يجيب عليه الأستاذ دكتور صلاح، هو السؤال اللي قدامنا دكتور صلاح بيقول: هل يختلف سبب الإصابة بمرض السكري عند الأطفال عنه عند الكبار؟ في اختلاف كبير الحقيقة. أولا سكر الأطفال أو الشباب ده نسبته على مستوى العالم ما بتزيدش عن 10% من مجموع مرضى السكر. 90% التانيين بيبقوا من النوع الثاني اللي هو سكر الكبار. سكر الأطفال ملوش سبب أقدر أمنعه أنا كطبيب أو أقدر أنصح بيه عشان ما يحصلش. سكر الأطفال ده بيجي نتيجة خلل معين في الجهاز المناعي بتاع الطفل أو الشاب اللي بيضطر أنه يحصل له السكر من غير ما يكون هو حاسس، وعشان كده بيجي فجأة وبيجي دايماً في بدايته بمضاعفة اللي هي ارتفاع رهيب في مستوى السكر. الحمد لله نسبته زي ما بقول مش عالية، هي 10% من مرضى السكر على مستوى العالم. لما سكر النوع الثاني ده هو المشكلة الكبيرة اللي هو بيمثله زي ما قلت لحضراتكم 90%. ليه مشكلة كبيرة؟ لأنه هو ده العبء الفظيع اللي على الدولة وعلى البني آدم وعلى العيلة وعلى الأسرة وعلى كله. أسبابه طبعا يعني مختلفة خالص عن السكر الأطفال. أسبابه أنه الشخص عنده عامل وراثي من الأسرة في معظم الحالات أو في أغلب الحالات، ساب نفسه طبعاً أنه بقى وزنه زيادة أو دخل في مراحل السمنة المختلفة، عايش حياة اللي هي بنقول عليها يعني ما فيهاش أي نوع من أنواع النشاط ولا أنواع الرياضة المختلفة، بيأكل بطريقة مش سليمة أو زي ما بنقول unhealthy food أو أكل غير صحي، عنده أمراض أخرى تساعده على ظهور هذا المرض زي ما الدكتور خطاب كان لسه بيقول كورونا ممكن تسبب بعد كده حدوث مرض السكر. دي الأسباب المختلفة للنوع الثاني عن الأسباب بتاعة النوع الأول. السؤال الثاني دكتور خطاب لحضرتك: لماذا يكون سكر الدم لدى مريض السكر مرتفعا؟ السكر في الدم في المريض بتاع السكر بيبقى مرتفع لان يبقى في اختلال في الميكانيزم اللي بتظبط السكر في الدم. يعني لو هنبسط الامور نقول ان الشخص لما بياكل اكل فيه سكريات او نشويات بيهضم في الامعاء وبعدين بيمتص من الامعاء الى الدم علشان يستخدم فيما بعد كوقود أو مصدر للطاقة في الخلايا. لو هنبسط القصة دي يا دكتور صلاح للمستمع هنقول إن السكر ده لما بيدخل الدم اللي بيوزعه أو بيحوله إلى سكر داخل الخلايا، يدخله إلى الخلايا عشان الجسم يستفيد منه هرمون الإنسولين إلى حد كبير يعني، وفي هرمونات أخرى بتعاكس هرمون الإنسولين أو بتقوم بوظائف مخالفة له أو معاكسة له، بحيث أنه الإنسولين يدخل الجلوكوز إلى الخلايا والهرمونات الأخرى بتتعادل معاه في بعض الحالات وتمنع دخوله في حالات أخرى. لما يختل التوازن ما بين الإنسولين والهرمونات الأخرى، أو لما الإنسولين يبقى غير كافي لإدخال السكر إلى الخلايا، أو الإنسولين يبقى فيه ما يعوق عمله عن إدخال السكر في الخلايا، السكر في الدم بيعلى. وبالتالي لما يعلى يبتدي يظهر في البول أو ينزل في البول. ده ببساطة ليه السكر بيعلى في الدم في مريض السكر. بس أنا عايز أرجع دكتور صلاح لنقطة أعتقد أنه هيستهويك الإجابة عليها. مريض السكر من النوع الأول اللي هم الأطفال،
المواطن أو المستمع أو اللي شايفنا دلوقتي أو سمعنا، هل هناك علاج حالياً؟ وأنا هقول لك ليه بسأل هذا السؤال. هل هناك علاج حالياً لمرض السكر في الأطفال غير الإنسولين توصي به المواطن المصري أو الأم المنزعجة على ابنها؟ ما فيش طبعاً علاج خالص لتايب 1 ديابيتس إلا الإنسولين على مستوى العالم كله. يعني حضرتك بتقول للمشاهد اللي بيشوفنا دلوقتي، يا أم يا أب يا اللي عندك طفل صغير جاله سكر في سن مبكرة، مفيش علاج حالياً إلا الإنسولين، وإن شاء الله يبقى قريباً في أدوية أخرى نتمنى هذا تجازي. يعني نتمنى. أنا بحكي لك القصة دي إن قبل ما أجي دلوقتي يا دكتور صلاح، مريت على عيانين اللي في المستشفى، فيه منهم شابة صغيرة عندها 17 سنة. أنا هأشركك في أحزاني، يعني الطفلة دي أو الشابة دي عندها سكر من عمر 6 سنين، وكانت بتمشي على الإنسولين اللي أنت متحمس له وبتدي محاضرات لمصر كلها في الإنسولين، اللي هو حقنة واحدة ممتد المفعول وثلاث حقن قبل الوجبات. النظام ده غلط يا دكتور صلاح، ده النظام الطبي المعتمد والصحيح. ساقتها الأقدار يا دكتور صلاح من أسبوع لأحد يعني الزملاء متخصص في السكر، الله ما أعرفش، مش هدين يقولوا لي اسمه، أوقف الإنسولين للمريضة بعد 48 ساعة. الست جت لنا في المستشفى، طبعا أنت عارف جت بإيه؟ حموضة الدم، زيادة في حموضة الدم وغيبوبة، وغيبوبة كان السكر 600 لمجرد إيقاف الإنسولين لمدة يومين. يعني أحد الصفات الأساسية للسكر في النوع الأول في الأطفال إنه لا علاج له حالياً إلا الإنسولين. الله ينور عليك. ومن يعالج بغير ذلك بيرتكب إيه؟ جريمة، خاصة إذا كان الذي كتبه، خلي بالك بقى كتب إيه الراجل الطيب المحترم، كتب أعشاب جت عن طريق الإنترنت كيس ب700 جنيه اللي هيتقال في كده لا حول ولا قوة إلا بالله، صح؟ صح. بس السؤال اللي بعد كده اللي بيقول، هل يختلف سبب الإصابة؟ ما احنا قلنا الإجابة. والكلام ده قلناه كله. في بعد كده أسئلة تانية إيه؟ أنا عايز أسمع يعني الجزء من الحضور في أي خاطرة تيجي عن بال حضراتكم عن الـ عن الـ عن السكر، يعني وانت جاي تسمع ندوة او تشارك في ندوة عن مرض السكر في اليوم العالمي للسكر، في ذهنك تسألي عن ايه يا استاذ؟ انا لو في مكانك هقول لو في وراثة في العائلة لمرضى السكر في طريقة وقاية لتقليل اصابة. دكتور صلاح، يعني طبعاً. يعني عيلة فيها مرضى سكر طبعا، في تنصح اعضاء هذه العائلة بكيفية الوقاية إزاي إذا التاريخ المرضي عندهم قوي؟ وده من أحلى الأسئلة الحقيقة اللي أنا شفتها دلوقتي، أنه لو في يعني عيلة مليانة سكر نعمل إيه؟ طبعا لابد من أن ننصح. بنعمل إيه بقى نصائح للأفراد الأسرة اللي ما جالهمش سكر؟ بنقول لهم يا جماعة، أولا بعد سن 35 سنة كل واحد فيكم لازم يعمل تحليل سكر صايم بس مفيش غيره، صيام بتاع بالليل مدته 8 ساعات ويعدي بيه على الدكتور يقول له أنا كده كويس ولا ابتديت في مرحلة الخطر وإن حنقل على سكر. أدي واحدة. اتنين، بنقول له خلي بالك وزنك ما يزيدش عن الوزن المثالي لسنك وطولك. سهلة جدا، يعني الوزن بتاعنا يبقى الوزن اللي هو الثابت المعروف اللي يوازي طولي، ويبقى ما دخلنيش في مرحلة اللي هي بنقول عليها زيادة في الوزن أو السمنة. أي ما هيخش فيهم دول 100% هيجيله سكر. بنحاول إن احنا برضو نشجع على ممارسة الرياضة باستمرار، وأسهل رياضة غير مكلفة هي رياضة المشي، والقانون الطبي بيقول إنه المشي بيكون نص ساعة على الأقل 5 مرات في الأسبوع. طبعاً بنحاول برضو إن احنا نفهم الناس دول إن هم دايماً يعملوا
حرص شديد في حياتهم على انهم ما يتعرضوش على قد ما يقدروا طبعا للضغط العصبي او الاستريسز او كده. وفي الاكل ما زي ما اتفقت معاكو انه دايما يخليه حريص كانه مريض سكر، لانه المريض اللي عنده تاريخ مرض عائلي كتير كده قنبلة ذرية ان هو هيجي له سكر، لابد ان هو يكون حريص جدا في الجزئية دي. الى حد كبير لو الناس تبعت المعلومات دي بيقل نسبة الإصابة بالسكر. بعد كده بيسأل يا دكتور الخطاب، هل هناك فرق بين مرض السكر في البول والسكر في الدم؟ والسؤال ده شائع جدا يعني. طبعا طبعا طبعا، من المفاهيم الخاطئة يعني الشائعة زي ما الدكتور صلاح بيقول انه يبقى في حاجة اسمها سكر في البول وسكر في الدم. لا، هو السكر شيء واحد، اللي هو مرض السكر اللي هو اختلال او لخبطة الايض او الميتابوليزم او التمثيل الغذائي بتاع السكر. السكر ما يخش الخلايا يقوم يعلى في الدم، هو ده مرض السكر. لما مستوى السكر في الدم يعلى عن معدل معين، عن رقم معين، يبتدي ينزل في البول، يعني يبتدي الفلتر بتاع البول يفوته. إذن الأصل في الأمور، الأصل في الأمور إن السكر يبقى عالي في الدم، ولما يعلى في مرحلة معينة أو عن حد معين يبتدي ينزل في البول، زي ما يكون في تانك اتملى وبعدين ابتدى يفيض إلى البول. إذن ارتفاع السكر في الدم هو الأصل، نزول السكر في البول أحد العوارض التي قد لا تكون موجودة أصلا. يعني ممكن يبقاش في سكر في البول ويكون المريض سكر، إذا الفلاتر بتاع الكلى ما بتنزلش بس السكر في العائد عالي في الدم وغير موجود في البول. والعكس صحيح، أحيانا السكر ينزل في البول يبقى في سكر في البول والمريض غير مصاب بالسكر أساسا. إذا كانت الفلاتر بتاع الكلى بتنزل سكر في البول من غير ما يكون عالي في الدم، يبقى مرض السكر اللي احنا بنتكلم عنه سواء من النوع الثاني أو النوع الأول هو المرض المصاحب بارتفاع السكر في الدم سواء نزل في البول أو لم ينزل. زمان كنا احنا بنعتمد على تحليل البول لتشخيص مرض السكر، زمان، دلوقتي لا، نحن بنعتمد على البول بس عشان نشوف البول فيه أسيتون ولا لا، في مشكلة خطيرة تستدعي دخول العيان في المستشفى ولا لا. إذن انسوا، أنصح أن ننسى تعبير سكر في البول لأنه عارض لمشكلة أصلية وهي ارتفاع السكر في الدم. السؤال الثاني ده أنت بتحب تجاوز دكتور صلاح، أنا عارف، أنا لأنه سؤال مكرر اللي هو ليه مريض السكر أحياناً رغم أن السكر في الدم يبقى عالي يحس أنه جعان ويحب يأكل حلويات. أنا سمعت إجابته منك مرة بس نفسي الجمهور الحضور والمشاهدين يسمعوه. هو ربنا خلقنا بنحس بالعطش وبنحس بالجوع. خلينا في قصة الجوع الأول، عندنا مراكز إحساس في المخ، منهم مركز اسمه مركز الإحساس بالجوع وأن عندك رغبة أنك تأكل، وإحساس بالشبع. المركز اللي موجود في المخ ده في الحقيقة حساس جدا، هو الوحيد اللي في المخ، الجزء الوحيد في المخ اللي بيعتمد على الإنسولين أنه يعرف إذا كان السكر في دمنا كويس ولا لأ. إذا كان كويس ما بيعملش حاجة بقى المركز ونايم مستريح، إذا كان عنده شعور أن السكر قليل هيخليك يدفعك أنك تروح إيه تاكل وبشره، وكمان يدفعك أنك تاكل وعايز حاجة حلوة. مرضى السكر عندهم المراكز دي شغالة وكل حاجة بس ما عندوش إنسولين، الإنسولين بتاعه قليل جدا أو ما فيش زي النوع الأولاني من السكر، وبالتالي المركز بتاع الإحساس بالجوع بيبقى دايما عنده إحساس مش بيفسرها ان البني آدم اللي هو عايش جواه ده عنده نقص إنسولين، بيفسرها انه عنده ايه نقص سكر. يعني دايما مديله إحساس ان هو سكره ناقص مع ان سكره في الدم 300 مثلا، فيخليه مندفع ناحية انه يأكل عشان يعوض الإحساس ده.
اللي موجود هنا، وعشان كده بيبقى الإحساس ده فريكوينت متكرر في خلال اليوم، مش بس مرة ولا مرتين، لا الإحساس ده بيجيله يمكن 6-7 مرات في اليوم، حكاية الجوع الشديد جدا ده، ويبقى عايز يأكل الحلو أكتر من غيره. ولذلك هنا بيبقى ان احنا نظبط مستوى السكر في الدم ونخلي مستوى الانسولين في الدم طبيعي، بيضيع الاحساس ده خالص وبيخلوش ياكل بالافراط القوي ده. في السؤال بقى اللي بعديه برضو مرتبط بنفس النقطة يا دكتور خطاب. نعم. بيسألوا بيقولوا هل السكر مرتبط ان الواحد ياكل سكريات كتير؟ وهو انت بشكل ما جاوبت يا دكتور صلاح في الاول لما اتكلمت على انه مسببات مرض السكر. أيوة. السكر من النوع الأول زي ما سعادتك قلت بالضبط، اختلال في الجهاز المناعي. تمام. في شخص مهيئ وراثيا أو جينيا. تمام. أصيب بفيروس معين قد يظهر في يوم من الأيام عنده سكر، ده السكر من النوع الأول. تمام. يعني خليط ما بين اضطراب المناعة والأمور الوراثية والفيروسات. السكر من النوع الثاني زي ما حضرتك قلت، العالم لسه ما عرفش هو سببه ايه، لكن السمنه والبدانه وعدم الـ 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 يعني اتباع الانظمه الغذائيه السليمه بيقلل من حساسيه الجسم للانسولين، وبالتالي السكر يعلى في الدم. دي مسببات مرض السكر التي يعرفها العلم. طيب هل في ارتباط بقى بالسكريات؟ قد يكون في ارتباط بالسكريات. طبعا طبعا، ارتباط من ناحية ان الاكثار من السكريات بيزود الوزن، يؤدي الى السمنة. تمام. يوصلنا الى السكر من النوع الثاني اللي حضرتك قلت عليه. تمام. الحاجة الثانية، السكر مرتبط بالمرض السكر علاجيا، مرتبط بالاسراف في تناول السكريات. ايوة، لو المريض اسرف في تناول السكريات وهو مريض سكر اصلا، هيؤدي الى عدم انتظام السكر في الدم، وبالتالي السكر مرتبط بالإسراف في تناول السكريات. نعم، من ناحية المسببات ومن ناحية لخبطة العلاج عند ظهور المرض. تمام. هل في أي سؤال من الفلور؟ تفضلي. نسأل واحد واحد كده نسمع. ثواني. أول سؤال بالنسبة للأطفال، دايما بيبقى عندهم بس النوع الأول ولا ممكن يظهر عندهم النوع الثاني؟ طبعا السؤال ده برضو بقى في اليومين دول مهم قوي ان احنا كلنا نوعى ليه. طبعا كان زمان مفيش حاجه من دي ابدا، كان لازم اي طفل عنده سكر هو النوع الاول. مع حداثه بقى العالم من بدايه يمكن السبعينات وكده، ودخول بقى الجانك فودز والاكلات الوجبات اللي هي زي ما انتم عارفينها السريعه دي، والبيبس كولا اللي قد كده الكوبايه، والساندوتش اللي تخم كده، كل الكلام ده خلى الاطفال باي تايم يحصل لهم نوع من انواع زياده الوزن المفرطه جدا، وخصوصا كمان لو كان الطفل ده ما بيعملش اي نوع من انواع الرياضه. ممكن حضرتك تستريحي، ما بيعملش اي نوع من انواع الرياضه، وبالتالي ابتدى يظهر عندهم سكر اللي هو زي بتاع مين؟ بتاع الكبار، مش بتاع الصغيرين، اللي هو نتيجة زيادة وزن، نتيجة مقاومة الإنسولين في الجسم. النوع الثاني تيبيكال موجود في طفل عنده 12 سنة أو 14 سنة، فطبعا خلى النسبة دلوقتي زادت، وأصبحنا بنشوف للأسف الحالات اللي زي دي. بس بيبقى واضح يعني التفرقة بينهم قوي، الطفل اللي عنده تايب 1 أو النوع الأول، وطفل عنده النوع الثاني. طفل عنده تايب 1 ده دايما تلاقيه هزيل رفيع، جسمه متاكل خالص، انما الثاني بيبقى داخل حاجه ضخمه جدا يعني، وواضح خالص ان هو غالبا هيطلع النوع الثاني من السكر. صحيح. الثاني، هل ليه ارتباط بسن المراهقه وتغير الهرمونات؟ ممكن يقعد فتره ويختفي ولا ما بيختفيش ويبقى كده عنده فعلا مريض سكر ولا لا؟ برضه حضرتك يعني اذا لو ازل الدكتور صلاح ده سؤال بيحير الناس كتير، اللي هو المريض يجي لواحد فينا في العياده او اهله بيسالوه هذا السؤال، سكر عارض مؤقت ولا سكر على طول؟ خلينا نفترض، والافتراض يصل الى يعني درجه اليقين والتاكيد، إن كل من ارتفع عنده السكر في الدم في يوم ما
خد بصمة إنه مريض سكر. سمعني حضرتك؟ يعني أي شخص حتى لو يبدو طبيعياً، الشكل الخارجي بتاعه طبيعي، حتى لو ما بيشتكيش من حاجة خالص، كل من ارتفعت أرقام السكر في الدم عنده عن الأرقام المحددة لتشخيص المرض ولو يوم، خد بصمة إنه مريض سكر. لكن ممكن هذا المريض يمر في مرحلة كمون واستقرار وانتظام الأمور، يعني اللي احنا نقول عليها ريميشن، استقرار، الحالة مستقرة ومنتظمة، ممكن تقعد سنين لكن خد البصمة. إذن عليه أن يحذر وينتبه وما يعرضش نفسه للمواقف اللي تخليه ينتكس ويرجع للخلف ويبقى مريض سكر تاني. يعني وزنه ما يزيدش، ما يصرفش في تناول الأطعمة، ما يلخبطش في الأكل، ما ياخدش كورتيزونات مثلاً، يبقى تحت المراقبة باستمرار، يحلل التحليل بشكل دوري، لأنه اللي بيعلى عنده مرة حتى بقولك ولو يوم خد البصمة، خد الختم، يعني ياخد باله. المثال الشهير بتاع كده ان العيان اللي عادي خالص وطبيعي وما عندوش سكر خالص يدخل المستشفى مثلا بأزمة قلبية او يدخل المستشفى عشان يعمل عملية، مجرد دخوله المستشفى او دخوله الرعاية بيخلي سكره يعلى حتى لو ما خدش كورتيزونات. مجرد دخول الرعاية في نسبة من الحالات سكرهم بيعلى، فهو مرضى سكر وبالتالي بيبقى عنده القابلية وبالتالي يحذر ويتابع ويراقب، ها، لانه معرض للانتكاس مرة اخرى. في دلوقتي أنظمة ظاهرة ودكاترة بتتعامل بيها، أنظمة ريجيمات كالكيتو واللو كارب، وبيقولوا إن هي ممكن تخلي السكر الواحد يتعايش معاه من غير الأنسولين، يعني ياخد أدوية أو أقراص بسيطة زي الجلوكوفاج مثلا. هو ده يتقال فيه برضو كما الدكتور صلاح قالها، ويعني ما قالهاش، أنا سمعتها بودني دلوقتي، قال لا حول ولا قوة إلا بالله، ما بيتقال لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني ده التعليق. زي الراجل اللي باع كيس 600 جنيه للعيان، انا لو اعرفه انا هنكل بيه، بس انا للاسف مش راضيين نقوله اسمه. لكن لو حد جربها فعلا وبطل، والله بص حضرتك في الطب يعني في النظام الكيتوني ده، ايوه طلعت موضه فتره من الفترات، انا شخصيا مش متحمس لهذا، ولما تساليني السؤال ده حتى لو عليه يعني دليل وناس جربته هقول برضو لا حول ولا قوه الا بالله، هقول لا حول ولا قوه الا بالله. كان زمان قبل 10 سنين اعتقد الدكتور صلاح يوافقني في كده، كانت الجايد لاينز بتاع علاج السكر الدكتور صلاح بتقول لما العين يتشخص سكر في الاول ننظم له اكله وننصحه بانه يمارس الرياضه ونقول له خسس السمنه واعمل الرياضه بتاع اللي قال عليها الدكتور صلاح بتاعت نص ساعه كل يوم لمده 5 مرات في الاسبوع، وناجل الكلام عن الدواء. انما في السنين الاخيره من يوم تشخيص السكر ينصح بالعلاج الدوائي من اول يوم. طب اصل فلان اللي في المركز الفلاني بيعمل كذا، انا ماليش دعوه، لكن الجايد لاينز او خارطه الطريق المعتمده بالجمعيات الطبيه العلميه المحترمه بتحط خارطه الطريق، بروتوكول محدد لعلاج مرض السكر، ليس منه اللي حضرتك بتقوليه. لكن لو دايما في دكاتره بتصمم على اخذ الانسولين، يصمموا براحتهم، لا مش يعني ان هم على انه لازم المريض ياخد انسولين، لكن لو هو عنده انسولين اصلا بزياده في جسمه ومقاومه انسولين، ازاي بياخد من بره انسولين؟ دكتور صلاح يعني ادرى مني بالقصه دي، لان من المتحمسين لاشياء كده هو يقدر يجاوبك اكتر. هو سؤال حضرتك ايه الاخير بتقولي؟ يعني دلوقتي في دكاتره بتصمم على ان المريض بياخد انسولين وهو اصلا يعتبر، لا بس هو في هنا وهو اصلا دي مين اللي بيقولها؟ هو طالما الطبيب موثوق منه وحضرتك واثقه منه خلاص بتتبع الارشادات بتاعته، وانس الطبيب قال المريض لازم ياخد انسولين يبقى المفروض ان قراره سليم طبيا. احنا بندي الانسولين في اوقات كتيره جدا لاسباب مختلفه كتيره، ساعات بيبقى السبب مؤقت وبالتالي بعد ما السبب اللي كان موجود ده اختفى بنرجع تاني على ايه؟ على العلاج بالحبوب. انا بكلم كل ده على النوع التاني على فكره، مش الاطفال. لقينا انه الانسولين محتاجه
لانه بيعوضوا عن نقص جديد في جسمه بيتن عليه طول العمر. بس سمبل يعني. شكرا. لا تفضلي. في حد من الفلور عايز يسال تاني؟ تفضل. السكر مرض من الامراض اللي بتمسك في البني ادم بشكل حلو وبيعمر مع بعض سنين. ازاي تصاحبه وازاي تقلل اثاره وازاي تخلص منه؟ لا انت عايز كتاب بقى. انت بتسال سؤال عايز في كتاب. ما ينفعش يعني. صعب الجواب عليه. يعني هو طبعا اقدر اختصر لك في كلمتين بساط، انه زي ما انت قلت كده السكر مرض مزمن عايش مع الشخص طول عمره، فلازم يبقى هو صديق لي عشان لا ده يغلس على ده ولا ده يغلس على ده. عشان تبقى صديق ليك انت عايز كلمه واحده بس، تبقى عامل تحكم في السكر. كيف تتحكم في السكر؟ الاكل والرياضه وعدم التعرض زي ما قلت لحضرتك الى حد ما يعني للاسترس، للضغط العصبي. غير كده مش مطلوب من مريض السكر حاجه تاني. لك زياده يا دكتور؟ لا لا تمام. طيب السؤال اللي بعد كده لحضرتك دكتور خطاب. حد بيسال بيقول why does it matter if my blood sugar is 120 or 200؟ يعني صح. يقول يعني ايه اهميه يعني انا كنت سكري 120 او 200 يعني انتوا مغلسين ليه؟ والله ده سؤال يعني سؤال تخيل انه سؤال ممتاز، لكن بيجرنا الى انه احنا ليه بنحاول انا والدكتور صلاح او هو ايفر يعني مهتم بالقصه دي والعالم كله انه يخلي الارقام السكر في ارقام معينه. دكتور صلاح، هو البحث العلمي، الدراسات اللي اجريت على مدى العشرات السنين اللي فاتت اللي ربطت مستوى السكر في الدم بتداعيات معينه. حضرتك هتوافقني يا دكتور صلاح ان الناس اللي عملوا بحث علمي على مدى الخمسين سنه اللي فاتوا قالوا لنا خلي بالكوا لما يبقى السكر قريب من ال200 والارقام العاليه دي يفرق قوي عن السكر لما يبقى ناحيه ال100 وال110 وال120، المثالين اللي ضربهم الاخ اللي سال هذا السؤال. من ناحيه ايه؟ لقوا ان مشاكل قاع العين بتبقى اكتر، صح؟ وبالتالي تفرق ايه انه سكري يبقى 120 عن انه يبقى 200 على مدى 10 15 سنه؟ ايوه نعم تفرق. تفرق انه العينين او بالذات شبكيه العينين بتتاثر. لقوا ان الناس اللي سكرهم قريب من ال 200 عالي مقارنه بالناس اللي سكرهم ناحيه ال 100 لتحت بتحصل فيه تغيرات في شبكية العين، تغيرات سلبية بتتلف شبكية العين. عشان كده قالوا ان كل ما كان السكر في مستويات اعلى مقارنة بالمستويات الاقل مشاكل السكر على الاوعية الدموية الدقيقة اللي هي في العين والكلى والاطراف والاعصاب بتبقى اكتر. وبالتالي why does it matter if my blood sugar is 120 or 200؟ إجابتي لسعادتك تفرق، كلى أصح وشبكية عين أصح وكذلك شرايين قلب أصح وشرايين أطراف أصح وشرايين مخ أصح. هتوافقنا على كده يا دكتور صلاح؟ السؤال اللي بعد كده، كيف يمكن الحفاظ على مستويات الكوليسترول في مساعدة الأشخاص المصابين بالسكري للبقاء في صحة جيدة؟ بجاوب السؤال ده برضو لأنه في جزء كبير جدا توعية مهمة جدا، أنه مرضى السكر لازم يتعمل لهم دايما ضبط الحاجات غير السكر. يعني احنا ناخد السكر دلوقتي كشيء مجمع مش مجرد سكر، لازم سكر يبقى مظبوط، ضغط الدم يبقى مظبوط، دهنيات الدم تبقى مظبوطة، اليوريك أسيد أو اللي بيسموه الحمض اليوريك يبقى مظبوط في جسمه، الوزن يبقى قريب من الوزن الطبيعي. دي الخمسة تارجتس اللي احنا بنحطهم قدامنا للشخص اللي عنده سكر، على رأسهم الدهون اللي هي الكوليسترول. فلابد من هو من البداية، احنا لما بيجي لنا من البداية لازم بنحلل الدهون بتاعت الدم بتاعتهم.
وزي ما الدكتور خطاب كان بيقول على الجايد لاينز او الخريطة بتاعة العلاج لمرضى السكر على موضوع السكر، هناك خريطة ايضا للدهنيات بتاعة الدم، بمعنى انه لابد انه نحتاط انه دايما يكون مريضنا دهنياته قريبة من الطبيعي. بايه بقى؟ ما فيهاش بقى لا موضوع بقى اكل ولا شرب ولا كده خالص اساسا، يعني لازم علاج. طب واكل؟ ماشي اكل، لكن نمبر 1 علاج، لازم ياخد علاج. وعاده بيبقى العلاج ده مدى الحياه مع دواء السكر صحيح. اللي هو بياخده زائد نظام اكل مفيش مانع، لكن الاكل ما بيأثرش قوي قد ما الدراسات اثبتت انه اللي بيأثر قوي انواع معينه من الادويه بنديها. في بعد كده دكتور خطاب سؤال بيقول when do I know that I have diabetes، متى اعرف او اعلم ان انا عندي سكر؟ صحيح، يعني اذا الاعراض التقليديه النمطيه للسكر ظهرت ابادر بالتشخيص. يعني اذا كان في كثره التبول، العطش، فقدان الوعي، لكن هذا ليس بيت القصي، لان مثل هذه الاعراض نادره الحدوث في مريض السكر من النوع الثاني. وبالتالي اذا ظهرت البواب هيعرف، السمكري هيعرف، الاستاذ هيعرف، الدكتور هيعرف ان في سكر، يروح يحلل. لكن حتى في غياب هذه الاعراض، حتى في غياب هذه الاعراض، الوسيله الوحيده لتشخيص السكر في الدم هي تحليل السكر في الدم. صح يا دكتور صلاح؟ وليس البول. احنا لن نذكر البول اطلاقا، انسوا موضوع البول ده خالص. وبالتالي كيف اعرف اني مريض السكر؟ مريض بالسكر، لا توجد طريقه لمعرفه اني مريض سكر غير التحليل. بمعنى السكر الصايم 126 او اكثر، اللي بعد الاكل بساعتين 180 او اكثر. صح يا دكتور صلاح؟ او السكر العشوائي في اي وقت اثناء الليل او النهار اكثر من 200، او السكر التراكمي اكثر من 6.5، او بعض او كل هؤلاء. لكن في بعض الاحيان، وده كومن ومنتشر وحضرتك هتوافقنا عليها دكتور صلاح، مريض السكر يكتشفه طبيب العيون. لما يروح يعمل نظارة يعمل كشف عين، طبيب العيون يبص على قاع العين، الله روح حلل ده انت عندك سكر. صح؟ او مريض او دكتور القلب، عيان جاله ذبحة صدرية او جلطة قلب، او دكتور سنان العيان سنانه بتقع، روح حلل ده انت عندك سكر. فخلي بالكوا ان القاسم المشترك الاعظم في العملية روح حلل احسن يبقى عندك سكر، او اصل عندك سكر. الطريقة الوحيدة لتشخيص مرض السكر هي تحليل الدم. والسؤال بعد كده بيقول هل الزواج من مريض بالسكري مشكلة حقيقية؟ وهل بعد ذلك تكون أطفالي يعني في خطر؟ مش كلام من ده خالص. يعني هو مريض السكر، لو احنا بنتكلم على زواج، هيبقى مريض غالبا عنده سكر من النوع الأول، مش كده ولا ايه؟ مع ان السكر طبعا لما يجي من سن زيرو لغاية سن 30 سنة، يعني معظمه، يعني 95-98% منهم النوع الاول، اللي هو معتمد على الانسولين في علاجه. فطبعا لابد ان يكون في نوع من انواع المصارحة في موضوع الزواج، انه مش يتجوز مثلا وهو مخبي انه عنده سكر، او هي تتجوز وهي مخبيه ان عندها سكر. الكلام ده بيعمل مشاكل غير طبيعيه، فالموضوع كبير شويه او شائك شويه في الكلام. لكن ما نقدرش نقول ان المريض اللي هيتجوز مريضه عندها سكر، او الشخص اللي هيتجوز مريضه عندها سكر، او العكس، هتبقى مشكله. ما اقدرش احدد كان هيبقى في مشكله ولا لا، تبع الحالة بتاعتهم، تبع الحالة الصحية، هل من زمان السكر، هل عمل مضاعفات. المصارحة في الحالة دي بين الأسرتين مهمة جدا. السؤال اللي بعد كده دكتور خطاب بيقول Do I need to follow a low carbohydrate diet؟ يعني هو مش مريض تابع سكر بس تزوج مريضة سكر؟ لا ده بتكلم على سؤال تاني خالص.
بيقول هل انا مفروض محتاج ان انا امشي؟ ما اعرفش هو السؤال على اساس ايه. هو محتاج يمشي على لوكر بريده، اي شخص طبيعي يعيش طبيعي صح كده، لو ما عندوش مشكلة سكر ولا هو من الفئات الأكثر عرضة للإصابة بمرض سكر اللي حضرتك قلتها، المريض اللي عنده تاريخ مرضي قوي، الراجل البدين اللي ضغطه عالي، اللي عنده اختلالات في دهون الدم، اللي عنده أو الست اللي خلفت طفل وزنه زيادة، أو اللي كان عندها سكر أثناء الحمل، لا طبعا she has to follow، لازم تتبع نظام غذائي. إنما إذا كان شخص طبيعي لا يعاني من مثل هذه الأمور خالص، لا يعيش حياته طبيعي. سؤال ثالث ولو انه اتسأل قبل كده لكن ما كانش بالشكل ده، اللي هو بيقول ما هي انواع مرض السكر؟ احنا عرفنا نوعين مع بعض دلوقتي، النوع الاول بتاع الاطفال والشباب، النوع الثاني بتاع كبار السن، وفي نوع ثالث اللي هو سكر الحمل. في انواع نادره بقى ثانيه مش مهم بقى يعني عارفينها خالص لانها نادره جدا وتهم الاطباء بس اساسا، مش يعني مش لازم التوعيه بيها، لكن دول الثلاث أنواع المهمين جدا، النوع الأول، النوع الثاني، وسكر الحمل. دكتور خطاب، يمكن أن يسبب مرض السكر من النوع الثاني أضرار طويلة المدى في أجزاء الجسم؟ هي هل يمكن؟ دي المشكلة الأصلية، هي دي المشكلة الأصلية في مرض السكر من النوع الثاني. طبعا. هذه مشكلة مرض السكر من النوع الثاني أنه يسبب أضرار طويلة المدى في أجزاء الجسم المختلفة على المدى الطويل، خاصة الأوعية الدموية. الأوعية الدموية الدقيقة في الكلى، مشاكل الكلى بأنواعها، الأوعية الدقيقة في قاع العين وتلف الشبكية، الأوعية الدموية الدقيقة في الأعصاب الطرفية والالتهاب المزمن في الأعصاب الطرفية، الأوعية الدموية الموجودة في الشريان التاجي والذبحة الصدرية والجلطات وخلاف، الأوعية الدموية في المخ، تصلب شرايين المخ والسكتة الدماغية، الأوعية الدموية الموجودة في الأطراف خاصة الأطراف السفلى وبالتالي القدم السكري. يبقى الإجابة هل يسبب مرض السكر من النوع الثاني أضرار طويلة الأمد على مستوى الجسم؟ نعم، لكن البحث العلمي قال ان احنا لما نظبط السكر بشكل جيد، خاصة مع اتباع الكلام الجميل اللي قاله الدكتور صلاح، النظرة الحديثة لمرض السكر مش مرض سكر في الدم بس، لا ده ضغط دم عالي ودهون متلخبطة ووزن زيادة. لما نبص للسكر بهذا المفهوم العام ونعالجه في كل الاتجاهات، هنحمي الجسم من مشاكل يعني طويلة الأمد بكل تأكيد. في سؤال بعد كده، مريضة بتسأله بتقول أنا مريض السكر وعينيا طول الوقت مزغللة وبصدع جامد. عينيا طول الوقت مزغللة دي ممكن يكون ليها أسباب كتير، على رأسها وأهمها عدم ضبط السكر، لأن عدم ضبط السكر ده بيخلي العدسة بتاعة العين لما السكر يبقى عالي تشرب مية، وبالتالي القطر بتاع العدسة بيتغير. بعد كده لما السكر ينزل تخرج المية ويرجع القطر تاني. إذا نوع أنواع التكيف بتاع قطر العدسة بتاعة العين بقى في تغير مستمر، فتشعر دايما بزغللة، ده من ضمن أسبابه. لكن ممكن يكون بقى حصل لها اللي هي المية البيضة بتعمل الإحساس ده برضو على العدسة، وممكن طبعا زي ما الأستاذ دكتور خطاب قال يكون السبب بداية حدوث مشاكل على الشبكية بتاعت العين. أيا كان لازم تروح فورا، اللي بتسأل السؤال صحيح ده لدكتور العيون صحيح، لفحصها فورا عشان يعرف ايه بالضبط السبب. اما الصداع الفظيع اللي بتقول عليه فده 100 سبب وسبب في مرضى السكر، على رأسه ارتفاع السكر نفسه، انخفاض السكر، حدوث ضغط دم وهي مش عارفة ان في ضغط، او ما بتعالجوش مظبوط، او اسباب تانية كتيرة ممكن تكون موجودة، التهابات وحاجات زي كده. دكتور خطاب، السؤال بيقول ما هي الحالة التي تكون فيها الكلى غير قادرة على الحفاظ على المياه؟ لا ده ما هي الحالات،
يعني الكلى تكون غير قادرة على الحفاظ على مياه الجسم بصفة عامة، دي لها عشرات الأسباب. يعني الكلى ربنا خلقها سبحانه وتعالى كجزء من السيستم داخل الجسم اللي بيساهم أو منوط بيه ضبط كمية السوائل داخل الجسم، بحيث ان احنا لو قعدنا مشرب نشرب 3-4 لتر فجأة كده تلاقي الكلى الفلاتر بتاعتها فتحت ونزلت هذا البول. لو في خلل في الكلى في فلاتر الكلى ممكن تحوش هذا البول، وبالتالي حجم الدم يكتر، وبالتالي يبقى فيه احتطام في الجسم كله. الكلى عشان تقوم بهذا الدور لازم تكون نسيجها سليم، ده نمرة واحد. نمرة اتنين، الهرمونات أو المواد التي تؤثر فيها ضبطة. يعني مثلا على سبيل المثال في هرمون بيطلع من الغدة النخامية في المخ يروح للكلى عشان يديها أوامر تطلع مية ولا ما تطلعش. لو في خلل في هذه الغدة ممكن الكلى تكون غير قادرة على ضبط كمية السوائل في الجسم. ممكن الشخص يكون بياخد أدوية مضرة للبول رغم أن الكلى سليمة، لكن تحت ضغط مضرات البول الفلتر يفتح، وبالتالي أسباب كثيرة تجعل الكلى غير قادرة على ضبط السوائل، من ضمنها عيب في الكلى نفسها أو عيب في الهرمونات اللي بتنظم عمل الكلى زي الغدة النخامية أو تأثيرات دوائية، طبعا ضمن أسباب كثيرة أخرى. سالم كده حد بيسأل، هل مرض السكر بيسبب احمرار في القدم وحولها؟ هو يعني ده ممكن يكون السكر عامل كده في بعض المرضى، لو كان في التهاب أعصاب طرفي ده بيؤدي لبعض التغير في الألوان بتاعة القدم، وخصوصا انه بيدي اللون الأحمر ده. وطبعا الأسباب التانية ان يكون في تأثر حصل في الأوردة أو الشرايين، خصوصا الشرايين يعني اللي هي في الآخر بتبقى عبارة عن شعيرات دموية صغيرة، ممكن جدا تكون متأثرة وتعمل الايه الاحمرار اللي موجود حوالين الكعب القدم. يعني السؤال بعد كده دكتور خطاب، او ان في اصابات لا قدر الله ميكروبية مثلا حمرة في الجلد او التهاب خلوي. طبعا المريض يحذر. طبعا. السؤال اللي بعد كده هي بتسأل بتقول ممكن يغمى عليا، وهل ده بسبب السكر ولا روح لدكتور رمض؟ هي نفس الشخص اللي بيسأل الزهر كل الأسئلة، فأنا بالتالي جاوبنا يعني، بس ما عارفش إيه يغمى عليا دي، مش عارف. لا، ما هو كلمة يغمى عليا دي إحنا بنوصفها في الطب، عندنا توصيف مهم يا دكتور صلاح. أيوه. مريض يغمى عليه؟ لا، ما فيش حاجة اسمها يغمى عليه ويقعد في بيته، ولا أنت مش موافقني؟ أنا ما أعرفش. مريض يغمى عليه يعني يفقد الوعي، هذا مريض يتوجه للمستشفى في أقرب فرصة. طبعاً. لكن يقدر يعمل إيه في البيت ده قبل ما يروح المستشفى برضه من باب الاحتياط؟ إنه يشوف نسبة السكر في الدم عشان يتأكد إن مفيش انخفاض، لأنه ممكن حياته تنقذ لو حد إداله حاجة مسكرة أو إداله ركب له كانيولا أو إداله سكر في الوريد. يبقى مريض سكر يعاني من غيبوبة يتوجه فوراً للمستشفى، لا يسأل الجارة ولا يتعالج في البيت. اللي يقدر يعمله في البيت وهو في الطريق للمستشفى انه يحلل السكر عشان يتأكد انه مفيش انخفاض، انما يتعالج في البيت لا. تمام. انا هاخد السؤال التاني ده، هل الاحساس بتنميل بسيط في اطراف القدم علامة خطيرة لمريض السكر؟ انا بعتبرها خطيرة لانها بداية لحدوث التهاب اعصاب طرفي في الاطراف. البداية الأعصاب الطرفية دي لما بتلتهب من مرض السكر الغير متحكم فيه، في الأول بتبقى تنميل وتخديل وكهرباء ولسع وسخونة، الأعراض دي كلها أنا ما بتضايقنيش مع مريض، ما بخافش قوي. بخاف قوي بقى لما يبتدي يقولك الحمد لله أنا بقيت كويس من غير دواء، ده معناه إن هو الإحساس ابتدى إيه يروح من عنده خالص. وبمجرد ان الاحساس ابتدى يروح ببتدي انا بقى اخاف جدا كطبيب انه ممكن يحصل عنده لا قدر الله ما يسمى بالقدم السكري، لانه ممكن يتعور وما يحسش، يتهب وما يحسش، كذا حاجه ممكن تحصل. وبالتالي اول ما يبقى في تنميل او تخديل يا ريت الواحد يظبط سكره باسرع ما يمكن عشان نحاول
من الحالة ما تزيدش عن كده. هو طبعا مش هتروح اللي حصل، لكن عشان ما يزيدش عن كده. دكتور خطاب، هل ينقص سكر الفاكهة أو سكر ينقص، يعني بينزل من مستوى السكر في الدم لو واحد شرب سكر فاكهة أو سكر فركتوز؟ هو الفاكهة مش كلها فركتوز، يعني أحد السكريات الموجودة في الفاكهة الفركتوز. وكان في فترة زمنية معينة الكلام عن الفركتوز أنه آمن، لكن الاكثار منه كما ذهبت الابحاث الحديثه غير يعني غير امن، لانه ممكن الميتابوليزم بتاعه او التمثيل الغذائي للفركتوز داخل الجسم يعمل حاجات كتيره جدا، من ضمنها انه مثلا يغير مسار اليوريك اسيد الحمد لله اللي حد قلت عليه من شويه، او ممكن يقلل من حساسيه الجسم للانسولين. وبالتالي صحيح الفركتوز ما هوش جلوكوز، ما هوش سكر سداسي من اللي احنا بنتعرف عليه في مريض السكر، لكنه ليس آمنا بشكل مطلق. وبالتالي القاعدة اللي انا بنصح بها المرضى يا دكتور صلاح، ما عارفش توافقني ولا لا، ماذا عن الفاكهة، اكل ولا ما اكلش؟ اقول له كل التحلية وليس للشبع، صح، نوع واحد فقط، ابتعد قدر الامكان عن انواع الفواكه اللي ممكن يكون فيها جلوكوز كتير زي التين والتمر والعنب والبلح. صح. هل توافقني؟ المنجة. نعم. والمانجا طبعا. طيب السؤال اللي بعد كده راح من الشاشه، ليه بصحى الاقي سكري عالي رغم انه كان مظبوط قبل النوم؟ صح. هي دي معلومات طبيه شويه، يعني هحاول ابسطها، بس هو يعني كتير من المرضى بيسالوا السؤال ده. الحقيقه يقول لك هو انا كنت باكل رز وانا نايم، يعني يبقى نايم سكره 160 مثلا، يصحى لقيه 300 وشويه. الواقع انه ربنا خلقنا كده، خلقنا ان احنا واحنا نايمين عشان نومنا ساعات بيطول 8 ساعات و10 ساعات، وفي ناس بتنام بال14 ساعه. طب ازاي ده سكره ما نزلش؟ يعني المفروض سكره يكون نزل. لا، ربنا حمينا بانه عندنا مصدر للسكر في الجسم اثناء النوم، اللي هو مين؟ الكبد. الكبد بيمدنا اثناء النوم بالسكر، بس مين عامل عليه سيطره؟ الانسولين. صحيح. بتاعنا اثناء النوم برضه. فمريض السكر عنده الكبد كويس ومخزن سكر، مخزن سكر زيه زي البني ادم الطبيعي، لكن المشكله عنده فين؟ في الانسولين. ما فيش انسولين شغال بكفاءه عاليه اثناء الليل، فالكبد يخرف، يبتدي يطلع سكر ازيد مما يتطلبه الجسم، فيصحى الشخص الصبح عنده سكره عالي. السؤال اللي بعد كده دكتور خطاب، هل في خطر، انت جرديت على السؤال ده على فكره، هل في خطر اكبر على مريض السكر من الاصابه بالكورونا عن الشخص العادي؟ احنا ردينا السؤال ده في المقدمة، يمكن الاخ او الاخت اللي بتسأل ما حضروش، لكن يعني لا مانع من تكرار جمل بسيطة. نعم، في خطر اكبر على مريض السكر من الكورونا. نعم، البروتوكول العلاجي غالبا لمريض السكر ما قبل الكورونا اذا كانت الحالة بسيطة او غير معقدة او فيش مشاكل بيستمر علاجه كما هو. العيان اللي بيدخل المستشفى بسبب الكورونا لا علاج له الا الانسولين. بعض أنواع العلاجات بتاعة السكر قد لا تكون مستحبة في المريض اللي داخل المستشفى، والكلام ده بيحدده الطبيب المعالج. مريض السكر نسبة الوفيات في المرضى اللي بيدخلوا المستشفى وهم مصابين بالكورونا والسكر، الوفيات فيهم بتبقى أعلى، والالتهابات الرئوية أكتر ومشاكلهم أكتر. وبالتالي احنا بنوجه زي ما وجهنا الكلام في بداية اللقاء لمرضى السكر، خلي بالكوا أكتر من غيركوا، حافظ على سكرك، اضبطه، كمل علاجك، ما توقفوش، استشير طبيبك، ومحدش يفتيلك غير متخصص. في سؤال بعد كده بيسأل، ما هي أهمية قياس مستوى السكر في الدم قبل الإفطار صباحا؟ ده من أهم القياسات اللي احنا دائما بننصح مرضانا ان هم يتابعوها. هم ثلاث قياسات مهمين جدا لمريض السكر، لازم يعملهم ويحطهم في نوتة عنده او دايري او على الموبايل on regular basis. يعني الثلاث قياسات دول اللي هم على رأسهم السكر التراكمي،
كل 3 شهور او 4 شهور، او لو هو راجل ملتزم جدا يبقى كل 6 شهور يتعمل، ويبقى دايما عارف ان هو تحت السيطرة وحافظ من دكتوره الرقم اللي يناسبه. يعني مش كل الناس بنقول لهم تبقوا تحت 7%، احيانا بنقول للناس تبقوا تحت 8%، واحيانا بنتطلب من الناس يبقوا تحت 6.5%. فتعتمد على الطبيب المعالج ليه قال له انا عايزك تبقى عند كام. التحليل الثاني السكر الصايم اللي هو بيسأل عليه الشخص اللي سأل السؤال، في منتهى الأهمية ان احنا سكرنا الصايم يبقى دايما ما بين 100 ل 130. اعلى من 130 لازم ياخد اكشن مع الطبيب مع المعالج ليه، يقول له انا اعمل ايه عشان انزله. اقل من 100 برضو لازم ياخد اكشن لانه كده ممكن يتعرض لنقص سكر. الثالث اللي هو سكر ما بعد الاكل، وخصوصا ما بعد الاكلة الرئيسية، مش كل يوم يحللها ولا الصايم كل يوم يحلله. ده بيعمل التحليلات دي يعني بطرق يعني مش infrequent، يعني مش على طول، يختبر نفسه يعني ويشوف سكره اللي بعد الاكل بساعتين ده، ويحاول دايما يحافظ انه ما يكونش اعلى من 180. لو اعلى من 180 يتصل بطبيبه ويشوف الاكشن اللي هياخده. الثلاثه دول لازم يبقوا تحت السيطره. ذا لاست كويستشن دكتور خطاب، واظن برضو حضرتك برضو رديت عليه، ما هي انواع الفاكهه الممنوعه لمرضى السكر؟ هو طبعا زي ما احنا قلنا يعني لا شيء ممنوعا على اطلاقه، لكن يفضل الابتعاد تماما عن التين والتمر والعنب والبلح والمانجا. لكن الانواع الاخرى من الفاكهه كلها مسموح بها للتحليه وليس للشبع. والامر من قبل ومن بعد يا دكتور صلاح مرتبط بنوعيه العيان، هل هو مظبوط ولا لا. يعني اذا العيان مظبوط جدا وبنقول له كل تفاحيه وكلت تفاحيتين السكر معلش ياكل 2، صح؟ وبالتالي العيان في هذه الحالة يقدر يظبط نفسه بنفسه. في الآخر يهيالي أنا يعني لازم أعلن أني استمتعت بصحبتك كما استمتع دائما دكتور صلاح، واستفدت منك، وأعتقد أن جزء كبير من الحضور شاركني هذا. وفي النهاية يعني لازم نشكر اللي حضروا بشخصهم واللي حضروا مستمعين ومشاهدين أونلاين، ونشكر يعني نادي وادي دجلة لاستضافتنا، ونشكر شركة سانوفي لدعم هذا اللقاء، ونشكر شركة ايكوم واكستند على تنظيم هذا اللقاء. وكل سنة حضراتكم طميعا جاي طيبين، كل سنة طيبين.